إذن للحديث عن واقع الأطفال في العراق ومدى قدرة الحكومة على توفير الحماية والرعاية والتعليم لهم، معنا من فيينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا السيد ضياء الشمري. أستاذ ضياء، بداية مرحبا بك. للحديث عن هذا الموضوع، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تخصص رواتب للأسر التي تشغل أطفالها، إلى أي مدى جاء صادما إعلانها شمول 400 عائلة فقط بهذه الرواتب؟ السلام عليكم وتحياتي للجميع. حقيقة الأمر غريب، يعني احنا نعلم جيدا انه آلاف من الأطفال الموجودين الذين يعملون المتسولين، هذه حقائق. وبعدين الحقيقة الثانية اللي صدمت كل المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية انه فقط 450 طفل يشملون بهذه، او 450 عائلة تشمل بهذه المساعدات، وانا ما اعرف من اين اتوا بهذه الاحصائيه، هل هذه الاحصائيه يعني وضعوها ناس مختصين؟ هل هذه الاحصائيه درست بصيغه كامله عن حاله المجتمع وحاله الطفل بالعراق؟ انا متاكد من هذا الموضوع انه هذه الحاله ارتجاليه ولا فيها اي دراسه على ارض الواقع من خلال النتائج مالتها، يعني احنا نعلم كم موجود من الأطفال متسولين، وكم موجود من الأطفال الذين يعملون في عدة القطاعات في العراق. وبالوقت الحاضر تأتي الحكومة وتقول أنه فقط 450 طفل، يعني هل معقول هذا، أو هل هو هذا العدد منصف حسب ما يدعون؟ تأكيد وزارة التخطيط أستاذ ضياء، وجود أكثر من مليون طفل محرومين من حقوقهم الأساسية، وهناك تأكيدات أنهم يعني أكثر من ذلك، ولكن الحكومات المتعاقبة 20 عام ماذا فعلت طوال هذه السنوات؟ لماذا لم ينعكس ذلك على واقع الأطفال بالعراق؟ حقيقة هي الرعاية الاجتماعية المفروض أن تكون موجودة مثل العراق، ولأنه العراق بلد غني ومتمكن ماديا وبلد نفطي، المفروض هذه تكون دراسة حقيقية واضحة وكاملة. هذه الدراسات التي تقدم للحكومة العراقية دراسات ناقصة ودراسات يعني غير معقولة، يعني هل معقول من مليون إلى 450 طفل يأخذ المنحة؟ يعني هل هذا هو المعقول؟ المشكلة هو يجب أن تكون هنالك دراسة كاملة عن وضعية المجتمع وتخطيط كامل لهذه الحالة، وبعدين يمكن يخصصون لهذه، لأنه الحالات الموجودة احنا قاعد نحكي على الأطفال. نعم الأطفال هم عنصر مهم في المجتمع، لأن هذول يعني هذول بناء المجتمع فيهم بالمستقبل. إذا بالوقت الحاضر عندنا مليون طفل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا عنده الإمكانية أن يذهب إلى المدرسة، كيف راح يكون حال المجتمع بعد 10 سنوات و15 سنة؟ الحكومة العراقية غير جادة بهذا الموضوع إطلاقا، ولا يهمها هذا الموضوع، يهمها أنه كيف هم يكسبون. يعني هذه هي الحقيقة اللي قاعد توضح لنا من خلال ما نشاهد ماذا يعملون الحكومة. يعني طيب، الرواتب الموظفين الحكومة الحكومة تقوم هي التي تتهم عائلات الأطفال، تقول أن العائلات هم يزجون بأبنائهم بسوق العمل. اليونيسيف تقول ثلث أطفال العراق ظروفهم المعيشية الصعبة تدفعهم إلى الدخول في سوق العمل. يعني بأي وجه تتحدث الحكومة أمام شعب يعرف الواقع جيدا؟ هذه تبريرات من الحكومة وتبريرات غير واقعية، ما مبنية على دراسة نموذجية في هذه الحالة. الدراسة النموذجية هي المفروض تدرس كل حالة المجتمع، يعني كيف الطفل يطلع من عائلته يترك المدرسة ويطلع يشتغل أو يطلع يتسول. هذه مشكلة كبيرة لو تكون هنالك رعاية اجتماعية، وإذا كانت الدولة جادة
ممكن أن تخصص رواتب لهذه العوائل المنكوبة في العراق وما أكثرهم العوائل المنكوبة في العراق، وإذا تكون هنالك دراسة كاملة ودراسة موضوعية بهذه الصلة، بعدين ممكن يحاسبون العائلة، بس العائلة هي لا تملك قوت العيش، لهذا السبب ترسل أبنائها للتسول أو بالعمل. يعني هذه حقائق الحكومة العجيب. العجيب أن في العراق البلد الغني بالنفط، البلد الغني على مستوى العالم، هناك وزارات مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقول إن إنهاء ظاهرة عمالة الأطفال مسألة تكاملية، وكأنها تلقي بالمسؤولية على عاتق الأسرة. هل يا ترى هناك يعني دوليا، هل هناك وزارات على مستوى الدول المتقدمة تتحدث بهذا المنطق؟ حقيقة هذا ما موجود في دول العالم ولا حتى في دول الجوار الموجودة. احنا نتكلم على الدول العربية المجاورة ما عدا ايران، لان ايران فيها مسألة التسول ايضا بكثرة بسبب الحكومة الموجودة فيها تتصرف هذه التصرفات، والحكومة العراقية هي مسؤولة عن رعاية هؤلاء الاطفال. العراق عنده الامكانية الكافية والامكانية ممكن انقاذ الشعب وممكن انقاذ هذه العوائل من هذه المحن. المحنة الموجودة في العراق هي العائلة لا تملك قوت عيشها، لا يمكن. المشكلة هي كيفية انقاذ هذا المجتمع من هذه الحالة. إذا المفروض تكون هناك دراسات وجدول عام يخص هذه العوائل المعروفة بالعراق، معروفين احنا العوائل، وممكن يصير جدول لهم، وهذه المساعدات التي يعطوها إلى العوائل بعدين ممكن يجبرون العائلة من الذهاب إلى المدرسة ومحاسبة العائلة على الطفل. أنت لا تعطيه ولا تخليه يعني يقدر يكتسب الرزق. يعني حقيقة أنا شفت بعض الأفلام الموجودة المصورة من قبل الشرطة العراقية تمسك الأطفال المتسولين بصيغة مهينة وبصيغة غير حقيقية غير منطقية، يجون يعتدون على هذا الطفل بالكلام والطفل يخاف ويرجف من الشرطة. يا أخي أنت الضابط وأنت المسؤول على هذه المشكلة، أنتم المسؤولين عن هذه الجرائم وترتكبون هذه الجرائم ضد حقوق الإنسان وضد الأطفال الموجودين. يجب علينا محاسبة هذه. وبعدين أنتم ليش ما قاعد تأخذون بالتقارير الدولية الموجودة اللي قاعد تكتب عن حالة الأطفال بالعراق وحالة العائلة بالعراق؟ يعني هذه التقارير هل هي تقارير ردوا عليها بصيغة منطقية؟ أنتم الصيغة المنطقية اللي تردون عليها غير مقنعة، والمقنعة يجب علينا أنه نقتنع من هذه الحالة. الحالة حينما تكون الحالة تشمل حينما تشمل المجتمع العراقي، والمجتمع العراقي حينما يعلم أنه كل عائلة موجودة بالعراق يدخل لها مرتب كافي أن تعيش بحياة كريمة، لا يمكن للمجتمع العراقي أنه يغض النظر عن هذه الاتهامات التي تتهم بها الحكومة العراقية. أستاذ ضياء الشمري من فيينا، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا.